أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. صدمة في مكتب نتنياهو بعد تصريحات لخليل الحية يعلن انسحاب حماس من حكم غزة. غزة تحكم نفسها، ونريد كفاءات وطنية لحكم قطاع غزة. فيما الضفة الغربية يجب أن تعقد الانتخابات وتوحد المؤسسات، وهذا هو الإجراء الذي يجب أن يقود السلطة الوطنية الفلسطينية إلى توجيه الشعب الفلسطيني لنتائج السياسية لمعركة التحرير. فيما حماس وفصائل المقاومة ستواصل هذه المعركة، معركة واحدة، مفاوضات واحدة، جبهات واحدة. هذا يعني أن الرد الذي جاء من خليل الحية بالابتعاد عن الحكم، عن حكم غزة، وهذا يعني مباشرة نوعا من معادلة حزب الله بكونه أيضا في المؤسسات ولكنه يقاوم، أي الأمانة الأساسية والمهمة وعدم تصدر المشهد. هذا جزء لا يتجزأ من القدرة الجديدة التي تمنح لحزب الله كما تمنح تماما لحماس مستقبلا هامش المناورة من أجل اتخاذ القرار بعيدا عن الرسمي، لأن الرسمي لديه حساباته والدولة لديها حساباتها، السلطة لديها حساباتها، والمقاومة يمكن أن تتجرأ أكثر وتمارس حق تحرير الأرض والإنسان الفلسطيني، لأن معركة التحرير التي بدأت يجب أن تصل إلى أهدافها. وبالتالي فإن حماس من داخل هذه المجموعة المتكاملة والتي لا يمكن فيها إبعاد هذا الطرف أو ذاك. وأهم من كل هذا أن نرى الإسرائيلي في هذه المرحلة يحاول أن يدق الإسفين بين الجهاد الإسلامي وما بين حماس، ما بين كتائب القسام وما بين سرايا القدس، لسبب بسيط، لأنه صاحب هذه اللعبة. يجب تسليم أوراق لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إبعاد هذه الحركات أمنيا، هذه الحركات المقاومة للوصول إلى أهدافها. أيضا بالنسبة للجبهة الداخلية، اليوم ستصبح حماس هي الجهاد والجهاد حماس لسبب بسيط جدا، لأن موقعهم واحد ولا وجود لسلطة في هذه الترتيبات إلى حين أن تكون المعركة معركة مصير لصالح التدبير وليس لصالح التحرير. الآن هناك معركة التحرير لشعب فلسطين وهناك معركة التدبير. معركة التدبير هذه اقتصاديا وغيرها في معيش الشعب الفلسطيني يجب أن يكون لسلطة وأن يكون الهامش للمقاومة، لأن هذا الشعب وهذه الأراضي محتلة. وبالتالي فإن المقاومة عندما ستكون في الإطار المقاوم حصرا سيكون أداؤها بدون تكاليف أخرى لجمع حزمة ورؤية مختلفة. على أي حال اليوم هناك مفاجأة، لأن نتنياهو كان يود لحماس أن تبقى متشبثة بالسلطة، الآن تركت السلطة، هذا آخر ما يريده نتنياهو من هذه العملية العسكرية المفتوحة والتي قاد فيها إبادة جماعية. فإن إبعاد حماس عن السلطة أصبح بقرار من حماس وليس بقرار من نتنياهو، على أساس أن هذه المقاومة ستكون الأقوى والأشرس، ولذلك فقد ربح نتنياهو وخسر جالانت، لأن جالانت
بتحول حماس إلى دعم المنظومة المقاومة، أو أن تكون حماس الآن هي جناحها العسكري وأن ينتصر على جناح السيسي على الأقل في نظري، فإن هذا سيجعل الثقل كبير على الجيش الإسرائيلي لأنه سيدفع الثمن على الأرض. لكن في الاتجاه الآخر فإن نتنياهو قد حقق كل ما يرغب فيه، في نفس الآن سيدفع الجيش الثمن مباشرة لأن المقاومة ستتواصل، وهذا هو المهم في كل ما يجري. سماح حماس بإدارة الكفاءات الوطنية بعد أن اقترح الإسرائيلي على العشائر أن تكون هناك العشائر ورفضت ذلك العشائر وأيضا الفصائل، اليوم هناك قبول بالكفاءات الوطنية، وهنا يطرح سؤال مباشر: كيف ستكون هذه الكفاءات؟ هذه الكفاءات يجب أن تخدم الشعب الفلسطيني من موقعها بعيدا عن تسييس متطرف للمواقف أو للفصائلية، وهذا كله سيفيد المقاومة، لأن حماس الآن هي كتائب القسام، وكل الموارد ستذهب مباشرة إلى كتائب القسام، وستكون جميع ما يدور في فلك حماس تفكيرا وإطارا كله سيذهب باتجاه المقاومة. إذن هذا الوضع ربما جعل من نتنياهو يندم على عدم وجود ورقة أخرى، لأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الوحيدة أمامه. عندما طرق القاهرة وجدنا السلطة الوطنية الفلسطينية، وعندما رأينا مستقبل غزة فإن حماس تنصرف باتجاه الكفاءات الوطنية الداعمة لاستقلال القرار الفلسطيني، ومن ثم حماية المقاومة، لأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني إلى حين التحرير. إذن كل هذه القرارات قد تذهب بعيدا باتجاه أيضا تجاوز مشكلة رئيسة بالنسبة للقوات الدولية أو نشر قوات لحماية الشعب الفلسطيني. والقانون الدولي وعبر الأمم المتحدة إن كانت هذه القوات قد مرت من جلسات مجلس الأمن بتأطير لهذا التواجد بالنسبة لقوات السلام، هذا لم يمنع اليونيفيل، لم يمنع حزب الله إلى حدود هذه اللحظة في مواصلة حرب وإقليمية لها وجه إقليمي باتجاه شعب هو الشعب الفلسطيني. إذن هذا أمر واضح للغاية. إذن تواجد قوات أممية هذا يفيد بشكل أكبر المقاومة. إذن الحسابات التي كان يود نتنياهو الوصول إليها الآن لا يجد شيئا وصل إليه. فيما أيضا ورقة الأسرى يقول خليل الحية بأن هناك 70% أصلا قتلت في هذه المرحلة، لن نتحدث عن حرب من 8 أشهر، لذلك فلم يبقى سوى 30%. إن كان الوضع على 30% في 132 فإننا نتحدث الآن عن أقل من 42 أو 40 أسيرا. هذا كله يضعنا أمام أسئلة عديدة حول عجز المخابرات الإسرائيلية عن الوصول إلى هذه الأسماء. المسألة الثانية أن الأسرى لم يعد لهم ذاك الثقل لا داخل إسرائيل ولا من خارجها، كان مهما أن تستثمر باتجاه المزيد من الحرب باسم تحرير هؤلاء الأسرى، ليصبح الوضع ما بعد رفح إشكالا حقيقيا هو الذي تفجر ما بين جالانت وما بين نتنياهو. وكان واضحا جدا أن جالانت يجب أن يتخذ الموقف القريب من أمريكا من أجل تسليمه السلاح، وهكذا فإن نتنياهو يعزل، ونتنياهو يلعب أيضا من خلال أن نأتي بالسلاح كما نريد، المليار دولار، وبعدها قيادة هذه المعركة في رفح كما أراد تماما، وآنذاك يبقى للسياسة دورها، وهذا لن ينهزم في تكتيكاتها. على أي، إذن حماس اليوم تفاجئ الجميع،
والمقاومة الآن لم يعد عليها ثقل الأسرى أو تدبير القطاع. لهذه العلة ستكون الحرب مستمرة، وستكون من أجل استنزاف إسرائيل ومواصلة هذا الاستنزاف الذي لا يريده جالانت، لأن الذي سيدفع الضريبة هو الصحال وليس السياسي. وهنا عدم إمكانية إسرائيل لشن حرب في الشمال ضد لبنان بعد حالة التدمير بنسبة تصل إلى 45% من قدرات إسرائيل. الآن إسرائيل عمياء لأن ضربت الكاميرات، ضربت إلى المناضيد، من معركة الكاميرات إلى معركة المنضاد، أخيرا كل هذه المعركة مرورا بميران بجميع التفاصيل. فإن هذه المعركة ضد التجسس، ضد وسائل التجسس الإسرائيلية الإقليمية وليس فقط التي تخدم الجيش الإسرائيلي، وأيضا القاعدة المشتركة الأمريكية الإسرائيلية، كل هذا يفيد أمرا واحدا، أن حزب الله وصل إلى ما يرغب فيه بالنسبة لمنع إسرائيل من التجسس على لبنان، والوصول إلى أدق تفاصيل المنظومات بشكل هائل للغاية. المسألة الأخرى وفي الاتجاه الآخر بغزة وأمام هذه الجبهة، سيكون استنزاف مطول يدفع إلى تقليص إسرائيل وتقليص قدراتها إلى أبعد حد، لأن المفاوضات الرئيسة هي في اللحظة التي يريد فيها جالانت إعادة المستوطنين إلى مساكنهم في الشمال أو في غلاف غزة. هنا المقاومة ستبقى عالقة لأن لديها أوراق لم تلعب بعد، خصوصا وأن الحديث عن مفاوضات ما بعد خروج حماس من السلطة ستكون أكثر حرية في مواصلة هذه الحرب. كذلك الشأن بالنسبة لحزب الله وأيضا بالنسبة لحماس. هذه اللعبة المفتوحة ستستنزف إسرائيل وقد تنهي قدراتها الاستراتيجية، كما دفعت إلى تآكل ردعها قد تمس مقدرتها، قدراتها الاستراتيجية ستخرب بشكل قد يستمر. الآن هناك معركة محتملة إلى نهاية 2024، هذا قرار. الدليل في ذلك أن نتنياهو يرى إمكانية استمراره وهذه الحرب مستمرة إلى حين، وكل الفنادق التي كانت تحتضن هؤلاء الذين هجروا من مساكنهم، هناك على الأقل قرار إداري بمنحهم إمكانية البقاء إلى نهاية 2024 وبدفع مالي من سموتريتش. هذا معناه أن سموتريتش لا يريد إيقاف الحرب ويريد مواصلة الحرب على الجبهتين بنفس هذه الطريقة إلى حين. هل هذا سيستنزف الجيش بشكل كامل وقد يدمر في آخر المطاف إسرائيل؟ اليوم هناك من يقول إن إسرائيل تضعف بشكل أكبر، ومواصلة الحرب لستة أشهر أخرى سيكون هذا قدر غير صالح لإسرائيل. وبالنسبة لهذه النهاية، نهاية الاحتلال أو نهاية إسرائيل، فعلى إسرائيل أن تختار. في آخر المطاف ستنسحب من جميع المواقع، لأن الأوراق الرئيسة في آخر المطاف الانسحاب من غزة، ستثبته حماس ما دامت المقاومة في لبنان وفي اليمن فاتحة مصيرها على مصير غزة. هكذا يمكن الوصول إلى ما يريده تماما المفاوض الفلسطيني، لأن الوصول إلى تفاهم بعودة الساكنة إلى غلاف غزة أو إلى الشمال غزة، كل هذا يدفعنا مباشرة إلى أمر آخر. ماذا سيكون بعدها؟ مواصلة الحرب عبر سموتريتش؟ الآن الحرب التي يشنها على أردوغان، وهذا تفصيل آخر. إذن لدينا هذا الترتيب الشديد الأهمية بخصوص القرار الاستراتيجي الهام بالنسبة لحماس
وجعلها من دون ثقل التدبير من أجل مواصلة معركة التحرير إلى حين تحرير الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.